خرج القرآن ما استفهم منه حرف. سيدنا أبو بكر الصديق ينزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له السلام، يقرئك السلام ويقول لك بلغ أبو بكر مني السلام. لماذا؟ لماذا كل هذا الفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وضع إمام أبو بكر في كفة وإمام عمر في كفة أو في كفة لرجحت به كفة أبو بكر الصديق. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وتر في قلبي وصدقه العالم.